كيفك يا مروان؟ ديري مروان ما ايش دخل اجي لنا ولا سكسوخة أنا أدعو الشعب الفلسطيني العظيم إلى الوحدة وإلى التلاحم وإلى إقامة حكومة وحدة وطنية وإلى الاستمرار في المقاومة الشعبية السلمية من أجل إنهاء الاحتلال، وأقول أنه لا يمكن أن يصنع السلام إلا بإنهاء الاحتلال. وبهذه المناسبة أوجه تحية للثورات العربية الشعبية الديمقراطية التي انتصرت في تونس وفي ليبيا وفي مصر